بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة خالص الدين وعلى جد رسالته بباهر الخوارج وأيده بقباد الأصحاب المهتدين وخص ما شاء من أتباع الذي برقي إلى وجه المعارف والعقائد وأنفاض عليهم بعون مواهب الدنيا ظرف اللطائف وشوانق الرقائض فأصبحوا ذات الأمة وقادتها إلى العزيز العجيب سالكين بعباد الله تعالى سبل الإرشاد على الصراط المستقيم وآمن الله عليه وعليهم زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا للاهتداء عندهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشكاة أدوارهم في حلس الجهل البهيد ما أمطرت مناكبهم ما عدس الأسماع الواعية وتليت آي فضائلهم فكانت لجنه إلى الله داعيا أما بعد فيقول المفتخر إلى قوم الكريم المنجي جعفر بن أسلم لعبد الكريم البرزنجي هذه مدة من أحوال الكنف الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين الناهلين من محل الحقيقة والغالفين السيد الشريف والسند المثيب النسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادر الرحيم سيد شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة بلغ الله تعالى بنفس القويل في جنة القرب والأمان وعند نظمته من فضائل عمله وقوله لتتشرف بضرره أسماء الآضرين عند عمل مهمه وحقله إن تخذته من كلام بعض أرباب الطريقة ومن له فغبرة شديدة محكمة ومحبة وثيقة فالشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي لا حله الفناء نصر جد مشكي صاحب كتابه تاج الأرواح رغبة في نشر أحوالكم وليبس مناكب الأخيار واستنزالا يصيب الرحمات وبركات النزاق إذ بذكرهم تبقى أبواب السماوات العليا وتنهل من نظيرة القدس ثوب الخيوبات الإلهية وفصلت بوسائكم الآن القضام بيئا وطلب الإمداد بأصحابه يجهر بذلك الآذين عند بلوغ القارئ إليها في أخباره وسميته بالجين الثاني في ذكر بلد الملاك بالقدر الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة فيقول والشيخ الكامل والجنجر الواصل ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الراسخة والتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالات الشابقة القطب الرباني والنور السابع البرهاني والهيكل الصمداني والغوث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة ابن أبي صهري موسى جنكي دوسد وقيل جنكا دوسد ابن عبد الله يحيى الزاهد ابن محمد ابن داود ابن موسى بن عبد الله ابن موسى الجن ابن عبد الله المعوض ابن الأسد المثنى ابن الأسد السبط ابن علي ابن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول يسمون كأن عليه شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح
محمودا سر له في وجه آدم لمعن تطنيت ملائكة السماء جدودا نسب كتاب الله أوفى حجة في مدحه من ذا يروم جحودا اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد ثم تفرقة من وراء طبرستان في سنة 71 و400 وكان في طفوليته يمتلئ من الرضاعة في نهار رمضان عناية من الله تعالى به ولما ترى سار إلى طلب العلوم قصد قلب فضل عليم ومد يده للفضائل فكان أسرع من قذف الظليم وتفقه بالوفاء لابن أكل وبالخطاب الكلودان محفوظ بن أحمد الجليل وابن حسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم مما تنس لديه رئيس العلوم وتجلى وقرأ العدد على بزكريا يحيى بن علي التبريزي وقتبس من عقدبس وأخذ المطرقات العارف بالله أي شيء بالغار حماد المسلم الدباس ولبس ميد القاضي أبي سعيد المبارك الخرقة الشريفة الصوفية وتأدب بآدب الوفية ولم يزل ملحوظا بالعناية الربانية عارجا في معارج الكمالة بهمته الأبية آخذا نفسه بالجد مشمرا أوسائد الإجتهاد لابدا لمعروف الإسعاف والإسعاد أنت أنه مقد 25 سنة وسائرا في صحراء العراق وقرابات لا يعرف الناس ولا يعرفونه فيعدلونه عن أمره ويصفونه وقاس في بداية أمره الخطار فما تركنا إلا ركبه وغفر منه الكفار وكان لباسه جبة صوف وعلى رأسه ريقة يمشي عافيا في الشوك والعير لعدم وجدانين عليه يمشي فيه ويكتاد سمر الأشجار وقمامة البقل ترمى وورق الحشيش من شاتئ النار ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء وبكي مدة لم يقل فيها طعاما فلقيه إرسال فعطاه سرة دراهم إكراما فأخذ ببعضها خبزا سميدا وقبيصا وجلس ليأكل وإذا مركة مكتوب فيها إنما جلت شواتل ضعفاء عباد يستهينوا بها على الطائر وأما لقياه فما له شهوة فترك الأكل وأخذ المنديل وترك ما كان فيه وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف وفهم أنه مغفوط ومتنبه وعرف اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفقه الخضر على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام أول دخوله العراق ولم يكن الشيخ يعرفه وشرط عليه الخضر ألا يخلفه والمخالفة سبب الفراق فقال له الخضر اقعد هاهنا فقعد في المكان الذي أشار بالقعود فيه 3 سنين يأتيه في كل سنة مرة يقول له لا تبرأ مكانك حتى أهديك ونام مرتا في إيوان كسرى من المدائن في ليلة باء
بارده فعدلم وذهب إلى الشد وعدسل ثم نام فعدلم وذهب إلى الشد وعدسل ووقع له ذلك في تلك الليلة 40 مرة ثم صعد على جدار لوان خاف من النوم وأغض ظنا طهارا وكان كلما أهدد توضأ ثم صلى ركعتين ولا يجلس على ذات قط ولم يزل الإجتهاد دفع وتفرق من الله الآن وأنوان نسوان وبدت له أنوان الجمال فخرج على وجه الوجه لا يئي غير ما هو فيه ويتبار بتخرس والجنون يتاكم ليل المارسان مرات لله أن يشتر أمره وفوق على وأمله وزهده ومعرفته ورياسته وقبولا ودار سيد وسار ذكر مسير الشمس وأوكي أنه جتمع لهم يعد فقيه من علماء بغداد وجمع كل أيد من عمدد مسائل وجاءوا إليه ليمتحنوه فلما استقر وادرك الشيخ فضرت من صدره بالغه من نوره فبرك له صدر 100 فقيه فما اتبع في قلوبهم وبيتوا واتربوا وانصحوا صيته واحده وما زكوا ثيابهم كشفوا رؤوسهم ثم سيد الشيخ على الكرسي واجاب عجب مسائلهم فاعترفوا بفضله وخضعوا له من ذلك الوقت وكان رضي الله أن يقرأ ب13 علما التفسير والحديث والخلاف والرسول والنهوى والقراءة وغير ذلك وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما وكان علماء العراق يتعجبون منه فتوى ويقولون سؤال من أضغر فلمرده سؤال نجز العلماء وجوابي سورة رجل حلف بطلاق 3 أنه لابد أن يعبد الله تعالى إبادة يعفرد بها دون الخلائق أجمعين في ذلك الوقت فما خلاصه فقال رضي الله عنه على الفور خلاصه أن يأتي مكة المكرمة ويخلي المطاف له فيطوف أسبوعا واحدا وذلل يمينه فلله ذره رضي الله عنه اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي بسم الله الرحمن الرحيم وكان يلبس لباس العلماء ويتطينس ويركب البغلة وترفع الغاشية وإذا تكلم جلس على كرسي عال وكان في كلامه سرعة وجهر وربما ختم الهوائي على رؤوس النشاد ثم يرجع إلى الكرسي وتنوته كله معمورا بالتعاس الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الفتاح الأروي خدمت الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة منتدى 40 سنة وكان يصلي صباحا بدون شاهد المتنق له وكان إذا أحدث جدد في وقته وضوءه وصلى ركعتين وكان إذا صلى عشاء أدخل خلته فلا يمكن أحدا أن يدخلها معه ولا يفتحها ولا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر ولقد أتى الخليوة مرارا بالليل قصود الاجتماع به فلا يقدر على ذلك وقال ابن أبي الفتح بت ليلة عنده فرأيته يصلي أول الليل سيرا ثم يذكر وتعالى إلى أن يمضي ثلث الأول من الليل ثم يقول المحيط رب الشهيد النسيب الفعال الخلاق الخالق البارئ المصور 9 ويرتفع الهواء إلى أن يغيب عن بصر
الصلاة ثم يصلي قائما على قدم يتلو القرآن إلى أن يتبسل سلساني وكان يتين سجوده مجدا ثم يجلس متوجها مراقبا إلى طلوع الفجر ثم يأخذ بالإمنها والوضع والتذلل ويغشه رؤيا كان يخضع بالأبصار إلى أن يهيب فيه عن النظر قال وكل أسبوع إنه سلام عليكم سلام عليكم وهو يرد السلام إلى أن يخرج لصلاة الفجر وكان رضيه أن يقول لا ينبغي لفكير أن يتصدى ويتصدى لإرشاد الناس إلا أنه طاوم وعلم العلماء وسياسة الملوك حمة الحكماء قال ارفع إلي مرته شخص لدعا أنه يروى تعالى بعيني رأسي فقال له أحق ما يقول لأنك وقال نعم قال فازدره وتاره وعاده على أن يعود إلى ذكر ذلك ثم التفت الشيخ إلى الحاضرين السائلين له أمحقنا ما أم مبتل فقال ومحقه في كله ملتبس عليه وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال ثم خلق من بصيرته من فنور أبصره بصرته وشؤاؤها متصل بنور الشهود فظن أن بصره رأى ما شهد بصيرته وإنما رأى نور بصيرتي قد وهو لا يدري فترمى العلماء والصوفية من سماء ذلك الكلام ودهشوا قال وذكر أنه يرى له مرة من المرات نور نديم نضاء من الأفق ومدى له بذلك النور الصورة فنادني عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة أنا رب ضغط أمحت لك المحرمات فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ساي العين قال فإن بذلك النور دلو والسورة دخان ثم اشرح يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة نجوت مني بعلمك بحلم ربك فيك فيك بمنازلك ولقد أبرد بمثل هذه الوجعه سبعين من أهل الطريق فقلت لرب الوطول منا فكيل لشيخ بمرضت أنه شيطان فقال من كوني أمت لك المحرمات وعلمت أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء شرنا وآت الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم وكان رضي الله عنه لا يعظم الأولياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان دولة وكان كثيرا يرى الخليفة قاصدا له وهو جالس فيدخل قلوه ثم يخرج على الخليفة بعد وصوله إنزازا لطريق الفقراء ولئلا يقوم للخليفة وما وقف بباب وزير ولا سلطان ولا قبل هدية من الخليفة قط حتى عذبه على دم قبوله هدية فقال له الشيخ وارسل ما بدا لك وانظر ما فانظر الخليفة عند الشيخ وما هو شيء من التفاح وإذا كل تفاحة منشون دم وقيئا فقال للخليفة كيف تلومون على دم يقنا من هذا وكله مكشوه بدماء الناس فاستغفر الخليفة وتاب على يديه وكان يمضي فيقف بين يدي شيك أحد الناس وصيبه إلى أمات وكان رضي الله عنه عن جلالة قدره وبغض سنده وعلو ذكره وعظم الفقراء ويجالسهم ويفلي لهم ثيابهم وكان يقول الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر والفقير الشاكر أفضل منهما والفقير الصابر الشاكر أفضل من الكل وما أحب البلاء وتلذذ به إلا من عرف المبلي وكان يقول
اتبعوا ولا تبتدئوا واطيعوا ولا تمركوا واصبروا ولا تنزعوا وانتظروا الفرج ولا تيأسوا واجتمعوا على ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا وتطهروا بالتوبة عن الذنوب ولا تتلطفوا وعن باب مولاكم لا تبرحوا وكان يقول لا تغتر جلب النعماء ولا دفع البلوى فإن النعماء واصلة إليك بالقسمة استجلبتها أم لا والبلوى حالة بك وإن كرهتها فسلم لله في الكل يفعل ما يشاء فإن جاءك النعماء فسهل بذكر والشكر وإن جاءك البلوى فسهل بالصبر والموافقة وإن كنت أعلى من ذلك فالرضا والتلذذ واعلموا أن البلية لم تأت المؤمن لتهلكه وإنما أتته لتختبره وكان يقول لا يسر مجالسة الله تعالى إلا المطهرون من رجز الزلات ولا يفتو إلا لمن خلا عن الدعاوي والهوسان ولما كان الغالب على الناس يدم التطهر ابتلاهم الله تعالى بالأمراض كفارة وطهورا ليصلوا لمجالسته وقربه شعروا بذلك أو لم يشهروا وكان يقول إياكم أن تحبوا أهدا أو تقرؤوا إلا بعض أرضعفاني على الكتاب والسنة كي لا تحبوه بالهوى وتبغدوه بالهوى اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم وكان رضي الله عنه لا يجلس الذباب على ثيابه وراسة له من جده صلى الله عليه وسلم فكل له في ذلك فقال أي شيء يعمل الذباب عندي وليس عندي من دبس الدنيا وعسى الآخرة ومن كرمتي أنه جلس مرة يتوضأ فقدر عليه صفور فرفع رأسه فقر العصفور ميتا فأرسل الذباب ثم تصدق به عن العصفور وقال إن كان علينا إثم فهو كفارة ومن كرمتي أيضا أن امرأة أتت بولدها لتشوقه إلى صحبة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة وتسلكه فأمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلف فرأت يوما نحيلا ورأت يأكل بس شعير ودخلت على الشيخ واجدا بين يدي أطمة دجاجة ملعوقة فسألت عن المعنى في ذلك فوضع الشيخ يده على العظام وقال لها قومي بإذن الله تعالى الذي هو العظام وهي رميم فقامت الدجاجة سوية وصاحت لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله رضي الله عنه الفاتحة فقال لها إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء ومن كرامته أيضا أن أمر بمجلسه ذات في يوم شديد الريح فشوسا بالسياه على الحاضرين فقال يا ريح ذي رأسها فوقع لوقتها مقطوعة الرأس فنزل إلى الكرسي وأخذها في يده وأمر الأخرى عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم فحيا وطارت سوية بإذن الله تعالى والناس يشاهدون ذلك ومن كرامتي أن أبا عمر أسفر سعر فيه وأبا محمد لم تلك الأريم رحمهما الله تعالى قال كنا بين يدي شيء بمدرسة يوم الأحد ثالث صفر سنة 55 فتوضع الشيخ على مقابي وصلى ركعتين فلما سلم سره سره نادمة ورمى بفندق فقام به في الهواء فغبا أنا بصرنا ثم فعل ثانية كذلك بالأخرى ثم جلس فلم يتجاسر أحدنا على سؤالي ثم قادما قافلا من بلاد العجم بعد 23 يوما فقالوا إنما على لشيخنا درا فسددنا فقال هداه منهم فأعطونا شيئا من ذهب وثيابا من حرير وخس والقبقاب بعينه
فسأل له من المعنى في ذلك فقالوا بينما نحن سائرون يوم العهد الثالث ظفر إذا خرجت علينا رب لهم مقدمان فانذهبوا أموالنا ونزل على شفير الوادي فكلا لو ذكرنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة فنذرنا له شيئا من أموالنا سلمنا فما هو إلا ذكرنا وجعلنا له شيئا فسمعنا صرختين يزيمتين ملاة الوادي ورأينا مدعورين فظننا أن قد جاءهم مثلهم يأخذون فجاءنا بعدهم وقال تعالوا إلينا وخذوا أموالكم وذروا ما قد ذهبنا فأتوا بنا إلى مقدمين فوجدناهما ميتين وعند كل منهما فردتك بقابهم وبدلة بماء فردوا علينا ما أخذوا وقالوا لنا إنني هذا الأمر أبر نظيما ومن كرامتي أنه جاء رجل يسأل مولاة رزقة المعزمين فقال إشوى هذا مريض من وادي سراندي واسمه خالص فإذا سجل وقل في أذنها يا خالص عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة المقيم ببغداد يقول لك لا تهلك فتاب رجل وغاب شهين سنة ثم قدم واسم يخبى أنه فلما قال الشيخ رضي الله عنه ولم يعد سر إليها إلى الآن وقال بعد رؤساء تعزيمك اسم بغداد 40 سنة في حياة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة ولا يقع في أسرع ولا عادهم فلما ما توقع أسرع ومن كرامتي أيضا أن ثلاثة من الشيجيلا أتوا إلى زيرتك وتسلوا سرا فلما دخلوا عليه رأوا الإبريق موجه إلى غاية الكبلة والخادم واقف بين يديه فنادى أباد بلا باد كالمنكرين عليه بسبب تهجر الإبريق لغاية الكبلة وكياب الخادم بين يديه فوضع الشيخ كتابا بيده ونظر إليهم نظرة ولا الخادم أخرى فوقع ميتا ونظر إلى الإبريق نظرة أخرى فدار وطاف الإبريق وعده إلى القبلة ومن كرامة أن أبا المظفر حسن بن أمير بغداد يتهجر جاء إلى الشيخ أحمد بن مسلم ميدا ودد الباس رحمه الله تعالى في سنة 21 و500 وقال له يا سيدي قد جئت لي قافلة إلى الشام فيها بضاعة ب700 دينار فقال إن سافرت في هذه السنة قتلت وخذ مالك فخرج من عندي مغموما وجد في طريق الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتح وهو شاب يومئذ فأكله ما قاله الشيخ عمان فقال له سافذا مسالما وترجع غانما والضمان عليها في ذلك فسبر الشباب عبد عداه بألف دينار ودخل يمن إلى سقايتهم في حلب لقضاء حاجة الإنسان وضع الفدينان إلى الأرض من السقايا وخرج وتوقع ناسيا وأتى إلى منزلي فألقي عليه النعاس فنام فرأى في منامه كأنه في قافية قد هجر عليها الأرض وانتهبوها وقتلوا من فيها وتوضوا فذهبوا بعربة فقتله فانتبه فسيا ووجد أسد أنوكي وسبيل الألم وذكر ألف فقام مسر السقايا فوجدها في مكانها سالما ورجع إلى بغداد فلما دخلها قال في نفسي إن بدأت بشيء عماد فهو الأسد والشيء عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة فهو الذي صح كلامه فلكشف حمادا في أثناء ترديد الخاطر في سك سلطان فقال له يا أبا المظفر ابدأ بعبد القادر رضي الله عنه الفاتحة فإنه مهبوب ولقد أسأل الله فيك 17 مرة حتى جو إلى ما قد يعي من القتل قد ذم ناما ومن الفقيان نسيانا وجاء أين شيء عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة فقال لابتداء قال لك الشيخ أماد إنني سألت الله فيك 17 مرة وعزة المعبود لقد سألت الله تعالى فيك 17 و17 مرة إلى تمام 70 مرة حتى كان ما ذكر ومن كرامتي أيضا أن الشيخ وشاب الله وعمد الأب الغنيم الحسني رحمهما الله تعالى دخل دار الشيخ قد أسأل الله سرا فوجد إنسانا شابا ملقا على كفا
فقال لشلتي رضي الله عنه يا سيدي افعل انت الشيء فلما ذكره له ابوا له بقوله قد وهبته له فخرج الى رجل وعرف بذلك فقام الرجل خرج من قد بدل وصاف الهوى فرجع اليش رضي الله عنه وسال عنها للرجل فقال إن أمر في الهواء وقال في نفسي ما في بغداد رجل مثلي فسلمته حالا ولولا الشيخ علي ما رددته له ومن كرامتي أيضا أن الشلمس المعروف بابن طنطات البغداد رحمه الله تعالى قال يا معبد الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة كنت سأل الله سره ونور ضريها كنت أشتري بالإلم أكسرب عاجة الله فخرج لنا تم من داره في صبر سنة الزلاس وخمسين وخمسمية فناولت إبريكم فلم يأخذه وقصد باب المدرسة فأشر إليه فانفده خرج وخجت خلفه وأنا أقول في نفسي إنه لا يشعر بي ثم ولاك ثم باب المدينة كذلك ثم مشى غير بعيد فإذا أنا ببلدة لا أعرفها فدهن مكانا قريبا فإذا في سيدة من جهل قال فلما رأوا الشيخ خاتم وبدروا بسلام إليه والتجوت إلى ساريتهم فسميت ولينا من ذلك المكان ثم بعد أن سكت ذلك الأنين ثم تخرج يدي فيها الأنين وخرج من نجوم ذلك الجانب ودخل شخص مكسوف طويل شريب فوقف بين يدي الشيخ ودلت بالشهادتين وكسر وسه وشاربه وألبسه طاقية وسماه محمدا وقال للست متى يكون هذا بالميت فقالوا سمع وطاع ثم خرج وترك مخرجتهما ومشينا غير بعيد واذا نحن عند باب بغداد فانفتح قوله ثم تاب بالمدرسه كذلك فدخل دارا ثم في الغد جلست ابو اكرم فمني ايبته فقال يا بني اقرا ولا عليك فانسمت علي بين لي ما رايت باللمس فقال أما البلد فلا هوند وأما الستات وهم الأبدان النجبا وأما صاحب الأنين فسابعهم كان مريضا فلما حضر فتجد وأدر وفاته وأما الذي حمله على تكيف أبو العباس الخديوي عليه السلام أخذه ليتولى أمره وأما الذي أخذت على يده فنصراني من القسطنطينية أما سيكون عوضا للمتوفى وهو الآن منهم قال أبو الحسن وأخذ على الأداء الأغذيس بذلك العهد ما دام حيا وقال أغذي سيسني في حياتي وذكر الشيخ عبد الله الموسري أن الإمام المستنجد بالله بل المظفر يوسف جاء إلى الشيخ قد صلى الله سره وسلم عليه فاستوصى وأعطى بين يديه ما لو في أزواجها الإسلام نزلة من الهدى فرد الشيخ فأبى الخليفة أن يقبلها وألح على الشيخ فتسقط كيس منها في يديه وهما خير الأكياس وأسرها ما فسال دما فقال الخليفة أما تستهي ابن الله تعالى أن تأخذ من الناس وتقابلني به فغسل الخليفة بالحال فقال الشيخ وعزتي المعبود لولا حرمتك صلي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تردت دم جري إلى منزلي قال عبد الله المذكور وشهدت الخليفة عنده يوما فقال للشيخ ارد شيئا من الكرامات المن قلبي قال وما تريد قال تفاحا من الغيب ولم يكن أوان بالعراق فمد الشيخ يده في الهواء فإذا فيها تفاحتان فناولوا يدهما وكسر الشيخ التي في يده فإذا هي بيضاء تفو منها رائحة المسك وكسر الغريبة الأخرى فإذا فيها دودة فقال ما هذه والتي بيدك كما ترى قال كما أرى قال الشيخ يا أبا المظفر هذه لمستها يد سلف فدودت كما ترى وهذه لمستها يد الولاية فطابت وقد تقدم الكسطفاء الذي جاء بالخليفة للشيخ وكرامة سمعت عصا وعظم أن تستمتع رضي الله عنه وأن برضاء الرفيع ومدنا بمدى الوسيل اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديك. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقول واما بالتعبد بالنعمه لقوله تعالى واما بنعمه ربك فاهدد
بامر مسلم على باب مدرسته لوفق الله للذب يوم القيامة وأخبر أن شخصا يسيغ في قبره فمضى إليه وقال إن هذا زارني مرة ولابد رحمه الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك سرا وقال رضي الله عنه أسرى حسين العلاج أسرى فلم يكن في زمني من يأخذ بيدي ولو كنت في زمني لأخذت بيدي وأنا لكل من أثر مرقوب من جميع صحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة أخذ بيدي كل ما أثر عليه وميتا فإن فرسي مسرج ورمحي منسوب وسيفي مشوى قوسي موتور لإخذ مريدي وهو غافل وقال رضي الله عنه أنا نار الله الموقدة أنا سلاب الأحوال أنا بعر بلا سائل أنا المحفوظ أنا الملحوظ يا سوام يا قوام يا على الجبال دك جبالكم يا على الصواميكم صواميكم أقبلوا إلى أمر من أمور الله يا رجال يا بطال يا طفال ألموا إلي وخذوا عن البار الذي لا سائل له يا عزيز أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض يقال لي بين الليل والنهار سبعين مرة وأنا خطبتك لنفسي ويقال لي أيضا سبعين مرة وتثنى على عيني وجد ربي إن السعداء والأشقياء يعرضون عليه ويقفون لديه وإن نور عيني في اللوح المحفوظ مقيم أنا غائص في بحر علم القديم أنا حجة الله عليكم يوم الأرض أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارث يقال يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة تكلم يسمى منك قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة والله ما شربت أنت أكيل لي يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة بأبكي عليك أشرب وما أكلت أن تأكل لي بأبكي عليك كن أمنتك من الردى تجي السنة تسلم علي وتخبرني ما يجري فيها وكذا الشهر وكذا العصب وكذا اليوم وقال مرة على الكرسي إذا سألتم الله تعالى فاسألوه بي وكان رضي الله عنه أسمر اللون مكرون الأجبين عريض اليد طويلة عريض الصدر نحي فالبدن رفع القامة جوهري الصعود بلي الصعود شريع الدمة شديد الخصية كثير الليبة مجاب الدعوة كريم الأخلاق طيب الأعراق أبعد الناس عن الفحش أقربهم إلى الحق شديد الباس لم تلك محارم الله عز وجل لا يغضب بنفسه ولا ينصر لغير ربه ولا يرد السائل ولو بأب ثوبه وكان التوفيق راهبا والتهيد معارضا والعلم مؤذبا والقرب مؤيدا والمحاضرة كازا والمعرفة إرزا واللطام مسيرا واللحد سفيرا والرؤوس نديمة والبسط نسيمة والصدق راية والفتح بضاعة والعلم ضيدة وذكر سميرة والمكاشفة إداء والمشاهدة شفاء وآداب الشريعة ضيرا وصوف اللقيقة سرائرا قد متفيد والموافقة مع التدري من الحول والقوة وطريق تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الهدور في موقف العبودية بشر قائم في موقف العبدية لا بشيء ولا لشيء وكانت عبوديته مستمدة من محل كمال الربوبية فهو عبد سماء مصاحبة التفرقة إلى مرافقة الجميع مع لزوم أحكام الشريعة وفضائل رضي الله عنه كثيرة وأحوال وتر من شمس ضيرة وكانت وفاته ثبت علينا بركة
بدو في اليوم الحادي أشهر من شهر ربيع الثاني سبعين وستين وخمسمائة وعمره بعد سين سنة ودفن عبادات وقبر ضير يزاد ويقصد بيسائر الأقطار رضي الله عنه ونفعنا بأجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وامدنا بالأسرار التي